عايز تشوف مين في الشو ده يا باشا؟ رفاعي الامين رفاعي. ثواني يا باشا. ايوه يا ابني شوف لي الامين رفاعي فين، ابعته لي بسرعه. ثواني يا باشا هيبقى عندك. تعرفه كويس؟ والله يا باشا رفاعي ده من اول ما جيت هنا هو كان موجود. ده واد اغلب من الغلب، يعني تقدر تقول عليه كده اول امين شرطه كيوت في الداخليه. انت لو شفته هتحبه يا باشا. طب وزناتي؟ ماله زناتي يا باشا؟ ده حتى كان راحه ساعه حادثه سليم، ده ما شاهدش اصلا. انا عارف انه ما شاهدش، انا بسالك يعني رايك فيه ايه؟ يعني بصراحه مستغرب يا باشا، يعني انت تعرف زناتي منين اساسا؟ ايه تسالني سؤال زي ده يا طارق؟ لا مؤاخذه يا باشا ما اقصدش والله، بس استغربت شويه يعني. هو زناتي يعني واد حرك وبتاع شغل ما بيونش، عشان كده تلاقي ناس كتير ما بتحبوش. سليم ما كانش بيحبه. والله يا باشا دي كانت حاجه غريبه جدا. سليم من اول ما حط رجله في القسم هنا هو كان حاطط الراجل ده في دماغه. سليم ده اصلا كان طبعه صعب شويه ناشف، ده كان بيمشي في القسم يخانق دبان وشه. تعال رفاعي، صلاح بيه عايز يتكلم معاك شويه. تعال يعني انت رفاعي اللي بعت العسكري بتاع الحجز علشان يروح يجيب الدواء صح؟ ايوه يا باشا مظبوط تمام كده. طب ما رحتش انت ليه؟ ليه تسايب العسكري نبطشيته؟ يا باشا انا عملت اللي سليم بيه قال لي عليه بالظبط وما كنتش راجعه في كلامه. حكيم هو بقى ربنا يفك كربه، كان طبعه حامي وكان بيهب فينا على اقل حاجه. فك كربه، ربنا يفك كرب كل مكروب يا باشا. وعند راجل اشتغل معانا وكلنا عيش وملح سوا. اصيل يا رفاعي. طب وزياد؟ ماله يا باشا؟ ما شفتوش بعد ما سليم راجع من بره؟ لا يا باشا ما شفتوش. يظهر بقى سليم بيه كان بيعمل كل ده عشان يتحرك بيه براحته ومحدش يشوفه. وجهة نظر برضه رفاعي. على فكرة رفاعي ذكي ولماح قوي وواد جدع كده وصاحب صاحبه. وزناتي؟ زناتي؟ مش صاحبك وحبيبك ده ولا ايه؟ اه يا باشا زناتي كويس الحمد لله كويس، بس هو في مأمورية بره. طيب ما تنساش انت تسلم لي عليه. الله يسلمك يا باشا. طب وسليم الأنصاري قتل زياد ليه؟ ولا هو اللي ما قتلوش؟ يا باشا النيابة قالت هو اللي قتل. هو أنا هعرف أكتر من النيابة؟ يعني خلصانة بغيتنا النسر. عندك حق. طيب ايه اللي ممكن يكون بينه وبين الواد زياد ده عشان يقتله؟ ربنا العالم بقى يا باشا. الواد كان صاحب مرض واكيد سليم بيه ما كانش قصده يجيب اجله، لكن هنعمل ايه؟ خلصانة بمعاد اعمار يا باشا. اعمار؟ طيب انت تقدر تتفضل دلوقتي، ما تنساش تبقى سلمني على صاحبك. ها؟ قول له صلاح بيه بيسلم عليك كتير قوي. خليهم يشوفوا لي فين وليد بيه علشان عاوز امشي.